قلت في نيويورك وأكرر هنا أنني أدرك تمام الإدراك أنها مهمة صعبة جدا، ولكن رأيت أنه ليس من حقي أن أرفض أن أحاول قدر المستطاع أن أقدم ما أمكن من مساعدة للشعب السوري. وقلت أيضا في نيويورك وأكرر هنا أن أثناء قيامي بهذه المهمة فأنا أعتقد أنني في خدمة الشعب السوري وحده